يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين إذا سألت فاسأل الله. محل
لأجل نغلب عنا يا مفسدي لنغلب لأدلنا يا حديثك وإتاوية لنقول لي صلى الله وسلم على إذا سألت فاسأل الله هذا هو يديسني سإلهي كلي ويديس سبحانه وتعالى اللبرك هو كلي وحل ويديستوية في القرآن الكريم قل إلهي كشري سبحانه وتعالى الله الصمد إلهي والله أمره بلنه لقص لحق سويا جل وعلا عباده بريض مركوة عبادة وياه بريضا إلهي سبحانه وتعالى لبريض وعبادة وياه وقال سبحانه وتعالى والنوت المام على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث أنس بن مالك في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح أي نبي حرني صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العبادة دعالي يا بريض والعبادة وياه فرقيت الإله بريس عبادة مجل تابة جل وعلا فريضا الإله بريس هو عبادة وياه سيدا درت إذا الله سبحانه وتعالى أمر إن مسيئين الإله برينا إلهي وغني مطلق أهويا إنه فقير بيننا أي الله وخالق وياه إنه مخلوق بيننا أي الله برك سبحانه وتعالى وهو ما شاء إنه قلت المعمى يا إلي لبقوا شيء جلال الله سبحانه وتعالى خالقه هو حبوري لبريه هي مخلوق ضعيفة وحبري إياه إلهينا برنه وخصب إياه إلهينا نأجيبان إساك خصب السقية بجل وعلا سيدا درت إذا بريضه وشيء مهم ما هو إياه حالات دي نغلن ينرش ينرلن أيين مهم وتعي أمر كاسون إلهي النسي سبحانه وتعالى وليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إيالي حتى الأشياء اللوكي نجري تحنيك وسلم نجري وما أنت إلا يوعد كبتا لنا هواكلا لكن رح يكبد هاي وقالتالي تتبتع صحراء أيس الله وافق سنبي صلى الله عليه وسلم تحنيك وسلم نجري تمره ربي نبي صلى الله عليه وسلم وصاره ما أكتب قليجري مرقى أبوه الرئيسة إلا هو الروح إن تاري إسبورسا روحا للكو هل كآد مقتضى أما شهوانا للبدا يقول لي إيه كيف فكر هل كاسو قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قطن بذات الدين إنتي بحا اللي يري نلاشا قار كآه إلا هو روح رحمة رئيسائي مرقى وحسكر رادي ديان أركار تعالى في السوق وإلهي سبحانه وتعالى شيئا شيطان هذا ما نزل مركي إلهي سبحانه وتعالى وأرزقه وأوركي ماشي في مالنا وعلى رب تعالى إلى قضية دينا جيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين إلهي سبحانه وتعالى لبريوك وقالوا إنت إنها إكسيسيتو أنا هو مسؤول إن هولا مركا كبحثا شريعة دي أما بقيل قرقا مركي إلهي سبحانه وتعالى إنها أوكارنا إن مركي يبسيك الله بالله عديد نوشك تمك سي مرحلة صوص صعبنا مكو كوبي تمن ديسلو أفري تمن ديسلو سيدي دي تمن ديسلو كوبي لما تمرك ونقونا يدين تال لكاري كهر ألو هرتا وحاد كوكوك الحارتا مرحلة آيب يالو العروس ويجيس أكمل بيوك مركا بيان لي مسؤوليات ديبا هرتا بل هذا ترتيب ترتيب أوشي مكو سيكونو عاصم أي نسا مرك عديد نوشك بعيدا نكيد ما هذا الشيء مركب وقال هير وكلا ساري كرة لقي ضمير هذا ده الحيوان كان ماشي صوص هذا إذا ده كاو إدنك كلا صار وقال هذا هو لق ما هو ضمير وأي مركب كلا صار هو قاري مرحلة وكلا سوري كرة مرحلة ده مرحلة غير مركب هذا كان مرحلة قوية software مرن قال الربا إن البرنامج كان دوتي تكوشت guri waxa laga gabaxay adkaarta waxa lagu soo galay adkaarta marka fariisaysid majliska marka la kacay waxa la adriyay adkaarta marka guriga soo galaysid fasallimu ala kusiku salaam bila rashiga kacadda dibba lagu cuno kacadda dibba la adeegsado dadka laga hor cuno halka ku soo xigta kaliya u baa la quuta gacanta leenay saxanka iyo xeerada dushida ee haadi halkaasi ka bilaabanaysa كنت النبي صلى الله عليه وسلم حلوين ضرائبا مركا لطرقوفك آلات أساسية أيوة على أن أشيك صلى الله ربي وسلام عليه أو اتمام مركو يجنوه تطرق أي جاران مركا صلاة أو شيء زيد على ذلك النبي يقول لي الكوريها مركا ما لها يسليحانيا
iyo gobollada ay seexanayaan kala geeyay wiilashuna gaar ha u seexdan gabdhahana gaar ha u seexdan. Waxay maanta tilmaamaysaa daraase lagu sameeyey ilaa 200 ayaa waxay tilmaamaysaa waxaa ku soo batay waxay leedahay zinamaxaarib. Zinamaxaarib waa side waxaa laga wadaa laba wada dhashay oo wax iska raadinay. Istaariska la sameeyey waxaa la ogaaday waxaa u badan heeraha iyo buufaqriga ah ee awooddooda anay gaarsiisnayn in wiilkama ay qal u sameeyaan ama wiilasha hablahan ay qal gaara u sameeyaan buufta ku khasbaysa in la isdhexgelo. Tii waxay keentay markii la isdhexdegay caalamkan uu noqday caalam isagu furfuran in yar buu keliya baasha taabanay. Kadib waxaa usoo baxay waxaa la wixii saayniska uu rabay waxay doonahaa noqday kaseetkii baa diyaara, blue filmskii baa diyaara, pornographiga diyaara, valeskii baa diyaara. Inta markuu arkay kadib labadana meeshay waxay dhexdegan yihiin halkan wax shaqaynaya mantiqu maaha caqligu ma shaqeeyo. Marka qofka shahuuda miskaha kaga jirto maanku ma shaqeeyo. Taa waxay keentay marka familiyo fara badan in halka dhibaatooyinka kaga jira. Waa meesha ugu horeysa uu ka bilaabayo yar ee da'da yar salaatu lqaadilaha mustaqbala. Nabiga sal lay sl wuxuu leeyihi salaadaha la faro salaada marka la faro kadib oo qofka uu garto xuquuqdii uu garto ayaa waxaa la rabaa markaa dareentid inuu 13 jirsi ama 13 jirsaday waxaa la rabaa inaad dareentid inaadan u arkin ayaad meel mutixaan taagan ee guriga isagu qaran ku ah waa inaadan u arkine waa inaad u aragta inuu guriga qayb ka yahay. Saa darteed wax macnaha ama dhibaatay waalid u keenaysa ma laha. Marka discussions ay jiraan, marka meetinga ay jiraan, marka family problemska laga hadlayo, marka masiirka destiny of the family laga hadlayo, in la yidhaahdo adigana nala mushaarakeeda hani participation with us soo fariiso ra'yigaagu muxuu yahay, maxaad ka fakeraysaa, maxaan samaynaa, reerku waxay ka fakerayaa in la guuro ma guurnaa mise waa degnaa diyaarkaa suuq kula muuqda. Waxaa jira arrimo very slight matters oo aan dhib badnayn laakiin isaga macna u samaynaysa. Sacaada isbedelku waa wadada guusha, waa wadada liibaanta, waa wadada sacaadada. Qanaacati waxaan ku qanacsanahay maanta ummadda muslimiinta aka kul ummadda soomaaliyeed khaasatan cilmi yaraan badan ma haysato, inayna waxba maqan ma ahaa, laakiin ummadda dhibkeedu waa dhaqangelin la'aan wey. Waa iyadoon wixii la dhaqangelinaynin ama aan la tadbiiqinaynin qofkiina uusan diyaar u ahayn naftiisa inuu bedelo. waxaan doonayaa inaan ku bilaabo qiso aad in badan maqasheen. Dadka inta badan wax akriya way la kulmaan, waa kelime mashhuura. Nin baa wuxuu yidhi waxaan doonayaa caalamka oo dhan inaan bedelo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear respected brothers and sisters in Islam, I am always honored and I always feel happy and I always feel good when I come to Coventry. When I come to Masjid al-Tawfiq, when I come to this conference, the Supreme Conference in the city of Coventry, I always feel happy because I know, mashallah, the community here in Coventry, the community from Masjid al-Tawfiq, the parents, the young brothers, the mothers, the sisters, the elders, the educated from the community, everyone, mashallah, is just one unit. We all come together, mashallah. And this is something that I'm really proud of, and I'm sure you are all proud of it as well. And it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. To begin with,
To begin with, I want to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Allah who gave us everything that we have. The Creator who created us without consulting us. Allah subhanahu wa ta'ala, He didn't ask our permission to create us. Allah subhanahu wa ta'ala created us out of His will. He was the one who made that decision. And alhamdulillah, He brought us to this world. And Allah subhanahu wa ta'ala gave us everything that we have. And inshallah ta'ala, our reminder today is going to be something which is related to music. Do you know that? It's about music. But before we talk about music, we have to talk about other things. Allah subhanahu wa ta'ala, when He made the decision to create us, He has told the angels that that's what He was going to do. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah at the beginning, He said, I'm going to create. Allah subhanahu wa ta'ala has said in Surah Al-Baqarah, O Muhammad, I want you to say or to remember the time when Allah subhanahu wa ta'ala has said to the angels, I am going to create. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah is going to create people and He's going to make them the vicegerents of this world, the universe, the earth that we live in today. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He said that, and He told the angels, they said, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ. Oh Allah, are You going to place on this earth those people who will cause corruption and also spill blood? The angels, they figured out human beings will commit sins and they will commit corruption. And Allah subhanahu wa ta'ala told them, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. I know something that you do not know. And when Allah subhanahu wa ta'ala created our father, the first human being, He commanded all the angels, He commanded them to prostrate to Adam alayhi salam. All of them, they have prostrated to Adam alayhi salam. They did sujood for him out of respect, as a salam, as a greeting. But there was a creation that has rejected that command. Who has said, no, I'm not going to do sujood for Adam? Who can tell me from the young students? Yes, who was it? Iblis, yes. Iblis has said, I am not going to do it. I am not going to do that. And then what was his reason? He said, I am better than Adam. Adam was created from clay and I was created from fire. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو العلم سبحانه وتعالى. عم بعنا هاي الشيء قاس الدعوة يا هوشا إلا سيوه وقف قاس طبعا ودي الجروب سنة كمركز وصوله يا هاي وقت يا وكلا قف ويوصل فصح آدي إنه ما رأي بالله كونه كل يحصله ودي أقربه مطمر كاسي يسود وين تعبنا بلا
iyaga faa'iideysigii sabab waxaa maanta martin waa culimada mamnuucyadeeda sheegayaa insha allahu tacaala sheekh muxamed sheekh cali mawliid oo haddana la fadhiyo insha allahu tacaala hoos fadhiyo kelmadda lagu qoro wuxuu ka hadli doonaa heesaha dhalinyaradu boqolkiiba sagaashan waa dhegaystaan heeso diinteena islaamku maxay ka qabtaa qofku dhaawac intee dhamay gaarsiinayaan heesaha akhlaaqdiisa maxay ka bedelaysaa sheekha kolley arrintaasi u deynaynaa waxaa ku xigo sheekheena khaadirka sheekh bashiir yuusuf shiil mowduuca uu ka hadli doono wuxuu noqon doonaa taqwa allaahi fi lxifaadi cala alusrati allah in looga baqo ilaalinta heerka qoyska kadib hadduu ilaah yidhaahdo qadar tegi doonaa iyo salaadii duhur markaan isku soo noqono waxaa nagu horeeyo sheekh cabdirashiid shacri suufi xafidahu llahu tacaala wuxuuna ka hadli doonaa cadamat ullahi fii khalqihi kadib waxaa nagu xigo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo addoctor cali saalax wuxuuna ka hadli doonaa mashaakil lmuraahaqa wakayfiyat اtacaamuli macaha oo aa macnaheedu u yahay dhalinyaronimadu dhibka ay haysto iyo mashaakilka dhalinyarada haysto iyo qaabka loo xallin karo ama loola tacaamuli karo kadib salaadii casar iyo qaxwo saabuuska iyo wixii la mid a iyo kolley dadku markay meelahaas ku imaadaan qofka xitaa cuntadu ay ka xirantay hadda ka hor sanad ka hor aan waxba cunin waa u furmaysa cuntadu waayo markaad aragto ciyaalka yararkaaya wax cunayo wax la kala jiidanayo aduba dhankaadaa ka gelaysaa marka waa faa'iidooyinka waaweyn uu shararka leeyahay kadib insha allahu tacaala waxaa nagu xigi doona sheekh abu dalxa marka maalintaasi sidaasi usoo khatimi dhamaan doonta haddula yidhaahdo kadib maalinta axadda ah ayaa haddana insha allahu tacaala ayaan u gudbaynaa maalinta axaddu waxay dheer tahay oo khitaamkeedu noqon doonaa nadwo weyn oo culimmada oo dhan imaanayaan oo looga hadli doono dhibaatooyinka reerka wixii su-aal qabo qofkii su-aal qabo su-aashaadu waa inaad maalinta soo gudbisaa wadaaduda waxay naga codsadeen wixii su-aala waa in caawa ay nala taallaa sidaa nagu diyaar garoona beri oo qofku yacni laga yaabaa masalada soo garanayo wadaadkii laakiin insaan weye taakiid buu baahayna dib uu noqdo oo masaladii si fiican iskaga soo qabsado saa darteed qofkii su-aal qabo maanta soo qor insha allahu tacaala haddaad wadaad gaara rabto wadaadadaasi joogo inay kaaga jawaabaan waad ku dulqoonaysaa wadaadkaad doonaysa inuu kaaga jawaabo marka hadowdo wadaad kasta inta waxaan usoo dhawaynaynaa walaalkeed maxamed cali xasan oo naanays buu leeyahy lakin waan ka deynaynaa marka ayado qur-aan insha allahu tacala noo akrin doonaa kadibna insha allahu sheekha u yeedhayna jazaakum allahu khayra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله إن الله
والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اما شيكرا ني مسلامك تمر قربي حرب عليك طرفونا اسكشوا بقره وكرب عليك صح مركا واحد واحد يروح على دينه ممكنين ان جواب اي شكاسي اي كشوت لكن دافيد جواب دي جروب اي كشوت او مارك توصل في تشاتينج اي كشكا بطلب خروج وحما مارك لكن هل الفم جواب ده او صلحاته يو تاو حكومة صح يعني معنى يو كنت استعدادي هذه اللي يراها مثلا نبو يراها والله لما شكاسي واجير مكتا شكاسي وشكاسي ولا دادا شكاسي وشكاسي رجع لديرا كو ولا دادا كوها مرينا ولا دادا اللي هو عكشاني والله خير كان مبدايا صدق الله وبلان تحي متمكي كورنت اللي بغلقوا باب حسان بقلي ما شاء الله إلهي كبارك يوم عيال بيسكوكا راكي عجارنا سوني بتاع والدين ولا دادا وعكشاني لكن أما شكاسي يمكن والله خلع رابتها وقبليسا وأسكت على صمتها وأصوات جرتا كل وقت حياما فارسي يكبت إليه إنه مقبولين لو الله أنواع بمركة هذا كمقبول بين الحب هاي ولا طولي كلا لكن قبل يمدي يكتب وأقوم بحال هل هو دي ولا قد إنتالي رابتا كون رجي وصف صوت كلاب لي مركة ولا سلام يا سلام اللهم حريص عظيم اللهم حريص مركة بيبارك سبسو أرجي يعني مركة سنين تي أوين ما ركتي حوالي عبس جري بيبير هاي إلى الصعة هاي هالمام يد أوين سنتر والله العلم ولا قاسة ومريم بترعفة يد أوين على هذا كنت مبير فوق يا هاي حكومة ولكن ما حالي مدينة إلا أبار هذا ما أسايدك من حوية هاي أكبر قيل يتوب من أبين دماتو جوان عيادة أسايدين مو دمار قرل فدل يا مرح تنك سريدة ومرح لبشور يا مرح إسلامي تزوي مالاً قرآن قرآتني أن وحدي أتني مالاً قرآن قارا مالاً أباي أباي مالاً أبو أبو مالاً وحي لنا مالاً شغل اللي قرسني سا هذا معنى تؤخر في اليتوب اللي مكي تماتو هبين دمو يكوسن كرتاوي معنى الرجاح اللي واكا أسايدي مديدو إشارتين سؤالشان أراس إيموسيك سؤالشان سجوابتي لدقوة يقانان أراسي لغنتي أنك بيكا نهيستاوي بريهاي شروب من أراس اللي يعني معنى بل علمان إلا هاي أي تجيرا هذين هدي أراسك أسلم عاسي أي تقدم جرتو أنا أقول أحسن مين يقول في قبل أجيب كلام مرك أراس هو من حيث وقت اللي يقاني الله فيه سيد الجنك وكلم سعالة حدام بي وإن أراسك أنا مضخون وكمان هبين لأني بشطة فرين نوزي دواء لقد دائم إن أشمدوا أي جرتو يكون فينا نستح فولي إن قبل قاول أما أنا في أرسل مصور إنت لقى قاول يا فيسبوك اللي سوك كريم أنا يلا كبير يقول بوريا درع معرفتي بعوين كاسه يدبي انت ما شاء الله بعوين انت كلا راك لا صوت حدا ما يقول هذه وحا صدا وتا ماشي الى سوق استكن ما هذا اوسي هو كلا هذا هو تنيش حصوك لكن ايش ما بينا لقيتي فرحه سيل لما وجو دين تو واي قبطا تعسيها دي اي دعوه تعسيها دي اي دعوه الى هل تقطع ولا حريصه دين تو حي تهي بودكاست اي جيل ذا كوتيمين ان اسغا استغى مكة فمدها إن سجى الله موسى اصنعوا إلهي جعفر طعاما فإنه من أتاهم ما يشغلون نبي يقول راي جعفر رايشين بيها ويسوى الصمائي وحاولوا من أرق مشكولي مركوا حالي أن أقربها لذلك الدرس بينا إياه وقال عن فكا كيانات وبنيس بصوت كريان وبيزد أو كيانات وعيالك كفر عيان لكن إياه إن رقبوا الفرطماء كان رشترنت رقبوا الفرطماء واللي يزد حقين أن أفكان بالقرية عن الانتطابات كان أن أفكان بالقرية إنا
كل مرة تجي لجتني أذكارتي سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نحرسه دارتا دارك خير بدل الله وجوب الدرب أهل كنارك خير بدل الله وجوب الدرب تعزيه هو شيء سيف في الموجود يفكر إنه صلى دارك الموجود أنت وعنو مالنا يا سؤالها صوت عيني أنت أهل وجزاكم الله خيرا قبلي يقولي لسرين يا ودا أنتي مدام consultation علوس اللي هو عند علاه لين علوها بالكلام تركو ما هي راح أكمل قط وحيد عن psychology شيء هذي obsession وقارو خوف هير وقريري فوق ده يا مهند كم عارف كم بقى يني بنتان كم بقى بقى أنا اللي بعد أنا كم بقى بقى ما عارف كم بقى وهم قارا على طول حالا هنتي ده بالكيرك تجسيسن سادرتي وحيد مع أنت هاي consultation special علوها اللي أنتي جوعنا الله صوفا يسكت إن شاء الله وإني جزاكم الله خيرا شيخنا علمنا أن الله سبحانه وتعالى أبرك أيه علمنا الله إن شاء الله وسيوتنا وعاوي بحياة قارنا إن شاء الله تعالى بريبة البحية قارنا ونوها ليا قل إن شاء الله شيخنا شبعنا علموني إذا الله خيرا أصبع على سيوتنا علمنا صدحنا الشيخ كلنا عاونا لسي حريا بريبة البحية الشيخ رشيرنا أصبع صوص الله للجوية قل هذا محنك إعلاننا يا أولا الشيخ رشير إن شاء الله كتاب بالله ليا ومعنى أيام بقول حديثة وعلى عصر يا مركة بمان رقية دمر إن كتاب كاسل يفعي يستو الشيخة إنت أسي كبعدي قبل ما هو يدر سبتال تعالى وقال وحال عصر يسوء الهيدته إن شاء الله هو مدى السكارة وعصر يسا إنه قد عيان مركة إن شاء الله وحال وليب يا شب سيلو فروي يسوء يا ويد يا ولد انا بخرج وجرا جبرنا ابيها بحنصر مره صدق راس ان شاء الله وي ان شاء الله ارتك بس خاص من الله عصرين ويشرين كمحل يا لندن يوم مثلا الاولاد في رمضان كيس اكو بلابينا وسي عام مثلا الى هنا حريصته سبحانه وتعالى أنت أنا دعاء رب العالمين دكتور محمد عبد الصالح أنتي هذا وكنت جوابي سنة كي هراء سيدنا كلا أيام قبل ناس وقرطي ناس إنا استدلا هما كدينا سيدنا كلا وكنت جوابي قبل وان الله كرمني أنا جا يا شيخ بشيري وان الله كرمني فضي إلى سبحانه وتعالى خير من وكنت جاني مرك الشيخ هو أصيبي وحق الله قبلنا سيدنا دجا إن رمضان ونقرن صو لفري ستو أنت ونجينا إن شاء الله تعالى دليلا إلهي وحلو يجينا بأسماء الحسنى وصفات العلى سلام ناشنا وكلنا إلهي من جمد سنة وكل يوم أنت حلوصا إلهي وحلوك قاعدة أنت إسبتانك كجرت أيضا ونبضى إلهي وكذا صار أنت حرم إلهي إلو حبسي أنه اسم دائما أنت بعدي سنة إلهي إلو نصو حموني فيراها انت اس خلاف سن الهي قبو ذكر عدد السمري انت اس جعل شعال كذا شعال كذا الله يوسي سياري انت اس خلاف سن الهي سبحانه وتعالى بحض الجيس عليكم الهي وحان كبرينا قلوتنا علم انه كفر الهي قلوتنا علم الله كنوري ضدها لنا عبادة الله أولي بيريه أولادي لنا الله نوحف ليه دمر كان الله نوحن ليه وضياشينا الله نوحن ليه دركنا الله نودجيو دركك جبنا حيا الله وديمو جيتنا الله نوحف ليو سادك سادك شكر الله ونبضى الله سكايا كيرو انت يا ربي ما تينا الله هنا حريصو قبلنا هذا قد ما يسير إلهي قلبي يلي إيمان كعبسوه إلهي قلبي يلي إيمان كعبسوه شكني يا وسواسك الله كسارو المها انت فضل إلهي نودجيو انت فضل إلهي نودجيو انت وحبر شدوكو أدبت إلهي أغفره انت واخبار شدو كو الله غفور انت بقول وانا اسجد وانا يسال الهي حسيو
انت البور وانارسان او يكود دقان دونيس الهي حصيه انت البور وانارسان او اسرة سعيدة الهي همان بريه قال يا رب ان الهي حرمتها كي لاليه سيندي يا حمانت الله هم نوبع الاليه سيندي يا حمانت الله هم نوبع الاليه وحي شرعنا الله هم نجا ايجاره وحي خير او قنع الله نصيه صلى الله عليه وسلم وبارك جزاكم الله خير دعاء الله وقنا يقبله إلهي شيخ عبد العزيز الله يقبله انت انك تجيب معنا بقى الله يقبله ميدو ميدو هارت النيشن خد يا الله إلى الله يوس مكان بحيما وحا دير رجع يدومك يا قد مرتا دورك دورك استوى نين بيلا رحي بدي دوركو رجع اول مرتا waxaa markaas meesha ka soo baxday gabdhu waa ay ragga ku degan yihiin gabadhaasna ninkeedu way keeni kartaa waxaan dhihi lahaa gabadh walba ninkeeda ha keento khayrka ha u yeedho magaaladan waxay noqotay magaalo barakaysan culimadina maasha allah aad bay ugu farxeen in maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala kulankan iyo wadajirkan ilaahay uu noo siyaadiyo ayaa ilaahay weydiisanaynaa waxaa kaloo ducad gaara anaa culimada ka wakiila aan u direynaa gabdhaha masaajidka gabdhaha masaajidka sheekhan ku celinayaa inuu mar kale gabdhahasi gaara ugu duceeyo waayo gabuhu waa lafdabarka masaajidka haddaysan ayaga ahayna hawshan quruxda badan mayna qabanayn marka bashiir bashiir iyo sheekh cabdiqaadir idkin ilaahay subxaanahu watacaala hablaha barakaysan ee carabka lagu dhuftay ilaahay subxaanahu watacaala carabka lugta allah u qaado allaha barakeeyo allaha barakeeyo allaha barakeeyo dhulkaala inuu joognaa ilaahay ubadkooda ha ku ilaaliyo ilaahay gaala waxay nagama raaciyo intooda guryahale ilaahay guryahooda ha u barakeeyo intooda aan guryaha lahayn ilaahay guryahoodaasta allaha u sakhiro ubadkoodana allah isku asturo dhammaanteena allahayna wada asturo allahayna wada asturo allahayna wada asturo.